موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إضغام جزئي على شبكة العامة. وأوضحت الشركة في منشور لها على فيسبوك أن عملية الإضغام جاءت نتيجة عدم تجاوب بعض المدن مع عملية طرح الأحمال للحفاظ على شبكة من الانهيار. وأضافت شركة الكهرباء أن العمل جار على إرجاع وحدات توليد الرويس وجنوب طرابلس. أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السيطرة على الحريق الذي شب بحقل زولتون النفطية التابع لها. وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن أحد عمالها أصيب بحروق طفيفة ونقل إلى مستشفى الحروق بطرابلس لتلقي العلاج اللازم. هذا وكان حريق قد شب السبت بحقل زولتون النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بسبب تسرب أحد الخطوط الناقلة للزيت إلى معمل بالحقل حسب ما نقلته الشركة. قال مساعد مدير مديرية أمن طرابلس للشؤون الأمنية أنهم تمكنوا من ضبط عدد من مروجي الشائعات بالعاصمة خلال الاشتباكات وجرى تقديمهم للنيابة العامة. وأوضح مساعد مدير الأمن في مؤتمر صحفي أن عددا من الجهات الأمنية ستشارك في تأمين طرابلس، منها مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن المركزي والمباحث العامة وغيرها. كما طلب المواطنين بالتعاون مع القوات الأمنية لتأمين طرابلس بشكل كامل. نظم عدد من أهالي مدينة ترهونة وقفة احتجاجية استنكارا لما تقوم به بعض المجموعات المسلحة بطرابلس من قتل وانتهاكات وقبض على الهوية لسكان المدينة. الوقفة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة عبر خلالها المحتجون عن تنديدهم لما وصفوه بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات المسلحة بالعاصمة وما أقدمت عليه من خرق للهدنة التي جرى الاتفاق عليها برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وقعت منطقة سوق الجمعة وتجورة على اتفاق صلح ينص على حل كافة الإشكاليات الواقعة بينهما والتعاون لضمان حفظ الأمن والسلم بالعاصمة طرابلس. الاتفاق الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم الجمعة بحضور ممثلين عن المنطقتين ومجلسي الحكماء والأعيان أكد على جبر الضرر وحفظ حقوق جميع سكان المنطقتين ورد المظالم وعدم السماح بالقبض على الهوية. ونص الاتفاق على ضرورة إطلاق سراح كل من يقبض على الهوية في جميع أنحاء ليبيا والتعاون في حفظ سلم العاصمة وحل مشاكل المهاجرين بالمنطقتين. أجلت وزارة التعليم المقترح امتحانات الدور الثاني لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط في مدينة طرابلس ومنطقة جفارة. قال المكتب الأعلامي للوزارة إن رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بالوزارة عادل زنداح أجل الامتحانات في طرابلس وجفارة بينما تجرى امتحانات بقية المدن في موعدها. هذا وكانت وزارة التعليم المقترحة قد أجلت امتحانات الدور الثاني لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط إلى 9 من الشهر الجاري بسبب الأوضاع في العاصمة طرابلس. دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الاتحاد للعب دور مهم في ليبيا وعدم ترك الباب مفتوحا للإمارات ومصر وروسيا لتحقيق طموحاتهم فيها. ونقل موقع ميناء إف عن تاياني قوله إن ليبيا عبارة عن برميل مليء بالمتفجرات متوقع أن ينفجر في أي وقت رغم وقف أطلاق النار الأخير في طرابلس حسب قوله. وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي أن الوضع الأمني بالبلاد ما يزال هشا ولا زالت الأمور معقدة. قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي أن ليبيا تشهد وضعا جسيما لكن الهدنة فاعلة وهو ما يدل على إرادة للوصول إلى استقرار بالبلاد. وأضاف ميلانيزي وفقا لما نقلته وكالة أكي الجمعة أن ليبيا تعيش سيناريو أزمة قاسية لأن هناك حالة من الصراع، مضيفا أن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة أثبت على أرض الواقع قدرته على التوصل إلى نتيجة. وأكد الوزير أنه من المهم مواصلة الحوار مع الجميع وبشكل خاص مع أولئك الذين يمثلون المؤسسات التي تعترف بها الأمم المتحدة. هذا وتنوه قناة نبيل توقف خدماتها الإخبارية بشكل جزئي بسبب أعمال الصيانة والتطوير في استوديوهاتها على أن تستأنف بثها خلال أيام بحلتها الجديدة. ختام موجز، إلى اللقاء.